السلام عليكم. استكمالا لمحاضرات برنامج الماجستير المهني في المحاسبة MPA، السلام عليكم. استكمالا لمحاضرات برنامج الماجستير المهني في المحاسبة، كنا شرحنا الفصل الأول بعنوان مقدمة في علم الإدارة التكلفة الاستراتيجية، والفصل الثاني بعنوان مفاهيم التكلفة المختلفة في اتخاذ القرارات، وشرحنا جزء من الفصل الثالث اللي هو كان بعنوان دور التكاليف المستهدفة في قرارات التسعير، وهنستكمل شرح الفصل الثالث النهاردة إن شاء الله مع بعض. باختصار احنا كنا قلنا ان شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات قدمت مدخل استراتيجي لإدارة التكاليف والأرباح، وكان المدخل ده كان بيطلق عليه التكاليف المستهدفة. وبيعتبر أسلوب التكاليف المستهدفة ده أسلوب معروف في الصناعات اليابانية ومنهج محاسبي بيحقق للإدارة مواجهة كل المواقف الحرجة في إيه في سوق شديد التنافس. فقلنا طبعا إن مع بداية التسعينيات كتير من الكتابات والدراسات العلمية أكدت على إن أسلوب التكاليف المستهدفة دوت ليه أدلة نجاح واضحة جدا، سواء كان بناء على التجربة اليابانية أو في الواقع العملي للشركات في جنسيات مختلفة. وقلنا ان هي كانت طفرات نجاحه بدأ من 1937 لما بدأ رجل الاعمال الياباني تيودا بان هو يأسس شركة تويوتا للسيارات علشان ينافس بيها مصانع السيارات الامريكية اللي كانت موجودة وقتها. وبدأ بقى كل فترة ان هو يعمل طفرة نجاح واضحة، ففي اول الاربعينات أسس مركز للبحوث وحقق فيها انتاج بطارية لتشغيل السيارات. مثلا في سنة 1945 نهض بمرة أخرى في إن هو ينتج أول نموذج لسيارة صغيرة، وقلنا سرعتها كانت فائقة تصل ل 54 ميل في الساعة. في بداية الخمسينيات قدم سيارة 4x4 اللي هي لاند كروزر، وكمان جه توقيع اليابان لاتفاقية التجارة الحرة كان في سنة 55، إنه وجه تويوتا دي لأهداف خفض التكاليف ويحافظ في نفس الوقت على مستويات الجودة. في بداية الستينيات بدأ يوالي جهود عالية جدا من البحوث والتطوير ان هو يعمل مركز غرضه الأساسي الابتكار والتطوير. في مثلا منتصف الستينيات اعتمد على ان هو يطبق مبدأ التوسع في الانتاج. احنا كل ده احنا قلناه يعني خلفية تاريخية للموضوع بتاع التكلفة المستهدفة. كمان في بداية الثمانينات كمان كان منافس قوي جدا للصناعة الأمريكية فيها، لما دخل في مجال تصنيع مشترك وبدأ يتكلم مع الشركة الأمريكية جنرال موتورز إن ممكن يبقى يحققوا مع بعض الشركة المتحدة لصناعة السيارات. وده سمح لتويوتا، كان نظرته قوية في إنه عايز يدخل مصانع الولايات المتحدة ويبدأ يطلع على القيود التنافسية اللي ممكن تكون كانت بتحاربه عشان يبقى يتغلب عليها. كمان نقدر نقول عليه ان في الفتره الاخرانيه بقى ابتداء من 94 الى يومنا هذا قدر ان هو ممكن يحقق انطلاقه عاليه جدا في الاسواق ونجاحات واضحه، بانت ان هو يتحول من مجرد شركه ذات مسؤوليه محدوده لان هو يبقى شركه متعدده الجنسيات، يصبح اكبر منتج للسيارات في العالم. يعني هو بنقدر نقول انه بينتج 9 مليون سياره في السنه. وطبعا كان الفلسفة الأساسية اللي بيعتمد عليها إن هو لازم يبدأ بفكرة إن هو يتبع تصميم المنتج من بدايته عند سعر مستهدف معين، وبعد كده يبدأ يواكب تنفيذه وتعديله حسب متطلبات ورغبات العملاء في السوق. أما عن تعريف التكاليف المستهدفة، فإحنا قلنا إن هي ليها تعريفات مختلفة، لكن هنعتمد على تعريف قدمته جمعية المحاسبين اليابانية. هو بيقول إن هو عبارة عن منهج لإدارة التكاليف والأرباح، وده عن طريق تحديد مستويات جودة المنتج على أن يتم تحقيق تلك المستويات في مراحل التخطيط للمنتج، وكذلك تطويره بحيث إن إحنا نقدر إن إحنا نواجه أو نقابل تطلعات واحتياجات العملاء. ومعنى كده ان احنا بنأكد على ان التكاليف المستهدفة لا تعتبر اسلوب لقياس التكلفة، احنا اكدنا على كده، وانما هي عبارة عن نظام شامل استراتيجي او منهج محاسبي او اسلوب لإدارة الإدارة الاستراتيجية للتكاليف، بحيث ان هو يحقق لنا منهجية شاملة لخفض التكاليف دورة حياة المنتج، سواء المنتج ده منتج جديد او منتج حالي، في ظل ان احنا بنحافظ على مستوى جودة المنتج وقدرته على تلبية احتياجات العميل. بيتحقق ده ازاي؟ لازم بنعمل حاجه اسمها ماركت ريسيرش اللي احنا سميناها دراسات السوق او بحوث السوق، نركز على متطلبات العميل، نحقق الربط بين العمليات التشغيليه ووظائف المنتج،
وكل ده بيحقق زيادة في تحقيق الأرباح ويجعل التكاليف المستهدفة دي شكل جديد عن نظم التكاليف التقليدية اللي احنا مطبقينها في الفترات السابقة. يبقى بنأكد على ايه كمان؟ ان هي ما ينفعش ان احنا نقتصر على الهدف من استخدام اسلوب جديد اسمه التكاليف المستهدفة على مجرد ان انا عايز اخفض تكاليف المنتج، لكن يجب ان ينظر للتكاليف المستهدفة على انها استراتيجية شاملة بتسعى لتحقيق اهداف مختلفة، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. وبتتمثل أهداف التكاليف المستهدفة في 4 أهداف رئيسية برضو كنا ناقشناهم أو تناولناهم في آخر محاضرة. الهدف الأول اللي هو الإدارة الكفء للتكلفة، وقلنا إن هي النظم التقليدية للتكاليف كانت بتعتمد على نظرة لخفض التكلفة من خلال إن أنا أحلل الانحراف اللي بينتج من مثلا موطن إسراف أو ضياع معين بس بيكون بعد وقوع التكلفة بالفعل، وده ما بيساعدش المنشأة إنها تعرف تتحكم في أوجه الإسراف أو الضياع قبل وقوعه. لكن استخدام التكاليف المستهدفة كمنهج استراتيجي أو برنامج خفض شامل زي ما احنا بنقول بيبدأ يركز على مكان وزمان بدء عنصر التكلفة قبل حدوثها، وده بيكون على مدار دورة حياة المنتج. وكمان ممكن أكون مركزة على أني عايزة أنتج المنتج بأقل تكلفة وأفضل توليفة من أنشطة المنشأة قبل وقوع بند التكلفة. يعني معنى كده ان التكاليف المستهدفة بتركز على العائد اللي بيعود على الشركة من خفض التكاليف بما يتناسب مع قصر دورات حياة المنتج. يعني التكاليف المستهدفة بتعتبر طريقة إدارية منهجية بتقوم على أساس برامج خفض التكلفة بشكل حقيقي. الهدف الثاني كان رفع وتحسين أداء المنتج، وقلنا انه بيساهم اسلوب التكاليف المستهدفة في انه يبدأ يوزع الاهتمام بعوامل التكلفة والأداء بين أطراف مختلفة سواء الأطراف دي داخل المنشأة أو خارجها. يعني عندي مثلا مهندس التصميم والتطوير ده داخل المنشأة مع الموردين والعملاء كأطراف خارج المنشأة، وده كمان بيطلق عليه في الكتابات الأكاديمية التخطيط الهندسي للمنتج على اعتبار انه ممكن يطلقوا على مدخل التكاليف المستهدفة ده أداة لتحفيز هندسة التكلفة. يعني معناها ان احنا بنسعى وراء نظام التكاليف المستهدفة ان يحقق هدف جوهري اسمه خلق القيمة في بيئة أساسها التنافس الحاد بين المنشآت. كمان بيبقى ده وراء تحسين أداء المنتج ده علشان احنا بنسعى وراء ايه؟ ان احنا نقدم المنتج او الخدمة حسب حاجة اسمها الكاستمر فويس او اللي هو صوت العميل بما يعكس الوقت والجودة المطلوبة في ظل السعر المناسب. اما الهدف الثالث فهو كان كتير من الناس ممكن يعتقدوا ان التكاليف المستهدفة من اسمه ان هو اسلوب هدفه الوحيد هو قياس التكلفة على أساس أنه هو اسمه التكاليف المستهدفة، لكن احنا بنشير أنه هو بيهتم بإدارة التكلفة والأرباح في آن واحد. يعني أول هدف عندك اسمه الإدارة الكفء للتكلفة، يبقى كان ده هدف من أهدافها. الهدف الثاني اللي بتهتم بيه هو كمان إدارة الأرباح، عشان كده هو بيقول لك هو أداة فعالة لإدارة التكلفة والأرباح في آن واحد. كمان بيهتم قوي الاسلوب ده انه بيساعد الصناعات او الشركات الصناعيه ان هي تبقى في الاطار بتاع التنافس العالمي بين الشركات. يعني احنا عندنا في اعتبارات تنافسيه واضحه، ممكن ده اللي بيخلي الشركه تبقى بيقول لك انها في عجله التنافس العالمي اللي هي زي تقديم المنتج بافضل اداء وجوده، تسليم المنتج في الوقت المناسب حسب رغبات العميل مش وفقا لظروف الشركه، وكل ده بيحقق لي مستوى مستهدف للارباح المستقبليه. وبالتالي أنا ممكن أقول إن التكاليف المستهدفة يعني كطريقة منهجية قد لا تناسب الشركات كلها على الإطلاق، لكن ممكن نقول إن الشركات كل الشركات اللي قامت بتطبيقها أو تجربتها قدرت تحقق قوة تنافسية واضحة. والسبب الرئيسي وراء ده إن ممكن نقول الأسلوب ده بيساعد المنشأة على إنها تحقق وفرات تكلفة الفرص الاستراتيجية. الهدف الرابع والأخير رسم الخطة الاستراتيجية لتسعير المنتجات. فإحنا ممكن نقول إن كل المناهج التقليدية اللي بنستخدمها في التسعير هي بتمتاز إنها سهلة التطبيق، إلا إن هي بتقوم على افتراض أساسي قد يكون هو دوت عيبها، إن عملية الإنتاج تمت بالفعل إنها ممكن تكون طرحت المنتج عند سعر بيع قد لا يكون تنافسي لأنها بيكون تم الاستخدام الفعلي للموارد المتاحة. لكن التكاليف المستهدفة لو استخدمناها في مجال تسعير المنتجات هتبقى بتبدأ الأول إيه هو سعر البيع التنافسي اللي يتوافق مع العميل اللي يتوافق مع السوق، ثم بعد كده تبدأ تقوم بتصنيع المنتج ليصير إيه مربحا في ظل إيه السعر المستهدف.
دلوقتي هنشرح المبادئ الأساسية التي تحكم تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة. أول مبدأ قيادة السعر للتكلفة، فكان المدخل التقليدي للتكاليف كمدخل للتسعير كان بيركز على أن التكلفة هي اللي بتقود إلى تحديد السعر المرغوب، يعني كان يقولوا cost led price. لكن وفقا للمدخل التكاليف المستهدفة بقى يتوجه بنقطة البداية الأساسية نحو السوق، نحو رغبات العميل، وبقى يعتمد على افتراض أساسي هو أن سعر البيع هو اللي بيقود للتكلفة، يبقى price led costing. في ظل ان انا باخد في الحسبان اعتبارات اساسيه كلها خارج المنشاه زي الاهتمام برغبات واحتياجات العميل، القيمه المتوقعه للمبيعات في ظل استراتيجيات مختلفه للمنافسين، مدى طول دوره حياه المنتج، كل دي اعتبارات اساسيه بتحكم تحديد سعر البيع المستهدف. المبدا الثاني اللي هو التركيز على متطلبات العملاء، حيث تتمثل متطلبات العملاء في الحصول على السلع او الخدمه بسعر او تكلفه اقل وبجودة أعلى وفي الوقت الملائم. يعني أسلوب التكاليف المستهدفة نقطة التركيز الأساسية لي هو طلبات العميل، وهو بيحدد سعر البيع المستهدف على أساس أنه عامل مؤثر في السعر. ليه؟ لأن السعر المغالى فيه ممكن يؤدي إلى أن العميل يرفض المنتج أو يتحول لمنتج بديل، أو يعني يتجه إلى شراء بديل منافس ليه. وبالتالي لازم على الإدارة أنها تتعرف على التفضيلات الخاصة بكل عميل، وكمان يحسب توقعات ردود أفعاله لما بيطرح منتج معين في السوق. منهج التكاليف المستهدفة بتاعنا بيعتمد على فكرة قيمة المنتج من منظور العميل. كان عندنا فيه كمان مفهوم معروف قوي طبقا للجمعية الأمريكية لهندسة القيمة، إن هو قالك قيمة المنتج دي عبارة عن إيه؟ هي أكبر تكلفة تكون فعالة لتحقيق وظيفة تتوافق مع منظور العميل. يعني جودة القيمة بتقاس بالعلاقة بين المبلغ اللي بتدفعه فعلا والمبلغ المستحق فيها. حتى انهم كان ليه معادلة قيمة المنتج تساوي ايه، يقول لك قيمة المنتج بتساوي الاداء على التكلفة، العلاقة التناسبية بين الاداء وتكلفته. المبدأ الثالث التركيز على تصميم المنتج والعمليات التشغيلية، نظرا لان اختيار احد بدائل تصميم المنتج وبالتالي العملية الانتاجية او التشغيلية الخاصة به اللازمة لخفض التكلفة يجب ان تتم في هذه المرحلة قبل بداية مرحلة الإنتاج. فبرضو كانت الطرق التقليدية في خفض التكلفة بتهتم وبتركز على مبدأ اسمه الإفشنسي اللي هو الكفاية الإنتاجية، يعني أهم حاجة تتبع المواطن خفض الضياع، التلف اللي بيحصل في الإنتاج. أما بالنسبة للتكاليف المستهدفة أصبح يتجه نحو الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على بقاء التكاليف عند مستوى منخفض اللي هي الإفكتيفنس. وطبعا احنا كنا اتناقشنا في الفرق بين الافشنسي والافكتيفنس، والنقطه دي مهمه. يبقى التكاليف المستهدفه في خفض التكلفه بيقوم على مبدا تحقيق الفعاليه الانتاجيه، وده بيكون بيتم من خلال اعاده تصميم المنتج باستمرار او يفحص اوجه اتمام العمليه الانتاجيه علشان يقدر ان هو يحقق عمليه تصنيع المنتج باعلى كفاءه واداء ممكن وفي نفس الوقت عند التكلفه المستهدفه، ويحقق من خلال المعادله ديت اهداف ربح مستهدفه مرغوبه. ده اللي بنقول عليها ان احنا وصلنا للقيمه المحققه للمنتج. مبدا الرابع فريق العمل المتكامل، والمقصود به ان هو يشمل كافه التخصصات اللي بتشترك في صناعه المنتج او تقديمه في السوق، زي هندسة التصميم، البحوث التسويق، نظم المحاسبة، نظم الخدمات والدعم الفني، وهكذا. يبقى هي بيبدأ من أول الفكرة المبدئية للمنتج وعلى مدار دورة حياته الإنتاجية لغاية ما العميل بيشتريه وكمان يستخدمه. وده كان من المبادئ الأساسية اللي هو فريق العمل المتكامل، اللي هي عشان تقدر توفي تصنيع منتج قادر على أنه يتسوق في سوق شديد التنافس عند حدود رقم اسمه التكلفة المستهدفة، لازم يكون ده بيتحدد من خلال فريق عمل متكامل متنوع التخصصات. وبالتالي بتحتاج إدارة المنشأة أنها تغير في الهيكل التنظيمي ليها يضمن تكامل هذه المهارات الفنية، سواء كان لفئة المهندسين أو المصممين أو المطورين، عشان يتوافقوا مع متطلبات متغيرة من السوق والعملاء. وده بيحقق ايه؟ اهداف مختلفة للأقسام داخل المنشأة. في كمان عندنا مبدأ اسمه مفهوم سلاسل القيمة اللي هو الفاليو تشين، وده بيركز على ان قد ايه رقم التكلفة اللي بتحقق في كل حلقة من حلقات سلسلة القيمة، وده كله يكون مرورا من اول بداية تصميم المنتج الى حتى ما بعد البيع، علشان اقدر ان انا اتحكم في بنود هذه التكلفة وتخفيضها. يعني ممكن ان احنا نبقى فاهمين يعني ايه سلسلة القيمة، ودي المقصود بيها ان انا بحذف كل التكاليف اللي هي لا تضيف قيمة للمنتج،
وده بالهدف ان هو ان انا بحقق هدف ايه، تخفيض التكلفه علشان اصل الى الحدود المستهدفه، وفي نفس الوقت اتعرف على مواقع الفرص الممكنه اللي بقدر ان انا من خلالها اقلل التكلفه واضيف فيها مبدا اللي هي اضافه او خلق قيمه للمنتج. يبقى اهم حاجه ان انا اضيف قيمه للمنتج، يبقى بقسم الشركه لمجموعه من الاقسام او الادارات، بس كلهم بنبدا نقيمهم ان هم يضيفوا قيمه للمنتج. اما المواطن اللي هي ممكن تكون لا تضيف قيمه بنسميها نون فاليو ادد، بلغيها او بحذفها او بدمجها مع اداره او قسم اخر، في النهايه يظهر ليا المنتج انه بيضيف قيمه للعميل. في كمان مفهوم اخر مهم اسمه مفهوم دوره حياه المنتج، يمكن مش موجود معنا في السلايد لكن ممكن تقرا عنه في اي مرجع. المقصود فيه ان كان النظام التقليدي برضو بيركز على التكاليف في مرحله الانتاج والتصنيع فقط، لكن وفقا لمفهوم دوره حياه المنتج هنلاقي ان مدخل التكاليف المستهدفه بتركز على التكاليف في مرحله التصميم بصفه خاصه، وده لازم ينتبه ليه اللي بيطبق اسلوب اسمه التكاليف المستهدفه، لان انا لازم اخد جميع التكاليف ذات العلاقه بدوره حياه المنتج، ما ينفعش اقف عند مرحله التصميم او التصنيع فقط، هي لازم كل مراحل دوره حياه المنتج. فالمفروض من وجهه نظر التكاليف المستهدفه هو قسم دوره حياه المنتج لثلاث مراحل. تكلفه عند مستوى السوق الخارجي، ودي بتتضمن ان انا اعمل دراسات وبحوث السوق وتقصي موقع او موقف المنافسين من المنتج اللي انا بنتجه، تحديد سعر بيع تنافسي، كل دي اول مرحله. المرحلة الثانية اسمها التكلفة عند مستوى المنتج، ودي بتشمل مرحلتين اللي هما التصميم الأولي والنهائي، علشان نعرف التخطيط الهندسي وخريطة التشغيل لأغراض التصميم الأولي هيقدم إيه المنتج، وكمان أعرف العميل اللي عايز إيه من المنتج أو رأيه إيه في المقاييس التنافسية في المنتج، وبالتالي يبقى ليا أقدر إن أنا أحدد أغراض التصميم النهائي من خلال إيه المراجعة على نهاية الآراء نحو التصميم الأخير. في كمان المرحلة الثالثة، يبقى احنا قلنا مرحلة التكلفة عند مستوى السوق الخارجي، وفي التكلفة عند مستوى المنتج، في المرحلة الثالثة كمان اللي هي التكلفة عند مستوى مكونات المنتج. وده المرحلة بتتضمن مرحلتين اللي هما تنفيذ التصميم وتشغيل المنتج. يعني مثلا مرحلة تنفيذ التصميم دي بقدر أحدد فيها وأحسب التكلفة المستهدفة للمنتج. أما مرحلة اللي هي تشغيل المنتج يبقى لازم أتعرف على اتجاهات تحسين المنتج من خلال القدرة، تحليل القدرة اللي بينتجها، قدرة إنتاجية للمنتج، هندسة القيمة مثلا، كل السبل اللي ممكن تكون بتساعدني إن أنا أحدد إزاي أحدد التكلفة التي تضيف أو لا تضيف قيمة للمنتج، بحيث إن أي عناصر لا تضيف قيمة للمنتج يتم التخلص منها أو التقليل منها. دلوقتي بنبدأ في خطوات تنفيذ التكاليف المستهدفة، وقلنا إن هي بتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي تخطيط وتحديد التكاليف المستهدفة، وبتبدأ احنا اتفقنا ان هي لازم نقطة البداية دراسة الاحتياجات السوقية والتعرف على استراتيجيات المنافسين. الخطوات التفصيلية لتنفيذ المرحلة الأولى، الخطوة الأولى هي وضع سعر بيع المستهدف، وده احنا اتفقنا ان هو بيبقى فيها انواع استراتيجيات مختلفة. لما بنيجي نضع سعر البيع في استراتيجية الاختراق للتسعير، وفي استراتيجية التصفح للتسعير. لاستراتيجية الاختراق دي اللي هي ممكن انت بتطرح منتج جديد بس بسعر بيبقى منخفض بشكل مبدئي علشان تحصل على حصة سريعة في السوق، وده بصفة خاصة لما بيكون في سلع مشابهة على نفس مستوى الجودة. اما الاستراتيجية الثانية اللي بتساعدني في وضع سعر بيع مستهدف اسمها استراتيجية التصفح، ودي ان انا لما بطرح منتج جديد وبيكون حسب السعر مرتفع مبدئيا في الاول، في حالة اذا كان المنتج الجديد ده بيتمتع بخصائص فريدة بتميزه عن المنتجات المنافسة، ثم خطوة في خطوة تبدأ تخفض السعر ده بما يتناسب مع اتجاهات العملة تجاه هذا السعر. يبقى دي الخطوة الأولانية اللي هي إزاي بحط سعر بيع مستهدف. الخطوة الثانية اللي هي تحديد هامش الربح المستهدف، ودي احنا اتفقنا فيها ان احنا ممكن نحددها بطريقتين، في ممكن بالمعادلة دي او ان انا بحسب القائمة اللي انا بحسب فيها قائمة الدخل، أقول إيرادات ناقص تكاليف يطلع الربح اللي أنت بتعتمد عليه. الخطوة الثالثة تحديد التكلفة المستهدفة، ودي عن طريق اللي هي المقارنة بين سعر البيع المستهدف اللي في الخطوة الأولى مع هامش الربح المستهدف في الخطوة الثانية. الخطوة الرابعة اللي هي تحديد الفجوة التكاليفية، ودي أنت لازم تقارن بين كأنك بتقارن بين أسلوبين تكاليف، التكاليف الحالية اللي هي الناتجة عن تطبيق أسلوب تقليدي مع
مع التكاليف المستهدفة اللي هي اللي ناتجة عن تطبيق أسلوب حديث اسمه التكاليف المستهدفة. المرحلة الثانية في خطوات تنفيذ التكاليف المستهدفة اسمها تحقيق رقم التكلفة المستهدفة، ودي بنعتمد فيها على ان احنا ازاي نقضي على فجوة التكاليف باستخدام اساليب مساعدة من امثلتها اسلوب هندسة القيمة. احنا المفروض ان احنا اخر محاضرة لينا حلينا تمرين واحد على التكاليف المستهدفة، فاحنا وده استوفى تطبيق المرحلة الاولى بخطواتها، واحنا دلوقتي هنحل تمرين اخر على المرحلة الاولى، ثم ندخل في المرحلة الثانية اللي هي ازاي هنستخدم هندسة القيمة في ان احنا نقضي على فجوة التكاليف اللي موجودة في خطوات التنفيذ. في حالة عملية هنطبق فيها المرحلة الأولى في حساب التكلفة المستهدفة عشان يبقى عندك فيه تمرينين مختلفين لتحديد وحساب التكاليف المستهدفة. بيقول لك إن في إحدى شركات إنتاج وتوزيع طابعات أجهزة الحاسب الآلي بتقوم بإنتاج 150 ألف طابعة بسعر الواحدة 1000 جنيه. وطبعا دي أرقام يعني كده افتراضية عشان نطبق بيها فكرة التمرين. وبدأ يديك ان في بيانات توافر كليدي، مواد مباشرة لوحدة المنتج 460 جنيه، أجور صناعية مباشرة للوحدة 60 جنيه، تكاليف ثابتة للتجهيزات والمعدات الإنتاجية 12 مليون، تكاليف سلسلة القيمة حسب بحوث التطوير والتسويق وتصميم المنتج وتكاليف التوزيع. وفي كمان بيانات تانية اللي هي عدد الأوامر الصادرة لشراء المكونات، عدد الساعات المستنفذة في اختبار جودة الطبعة، عدد الوحدات المعيبة المعاد تشغيلها. كل دي بيانات مضافة لي هتفيده في ان هو ازاي يطبق فكرة جديدة، بدل ما يبقى فيه نظام تقليدي بيتبع فيه المباشر وغير مباشر. هيبدأ في نمرة 7 يقول لك اتجهت الشركة الى تخفيض سعر الطبعة بنسبة 20%، الامر اللي بيؤدي الى زيادة حجم المبيعات بمقدار كذا لمواجهة ظروف المنافسة الحادة. وكان المطلوب منك اولا تحديد اجمالي تكاليف الانتاج التام للشركة ديت، ثانيا حساب دخل التشغيل الإجمالي على أساس تحليل الأنشطة لسلسلة القيمة، ثالثا تحديد وحساب التكاليف المستهدفة، رابعا حساب فجوة التكاليف على أساس الإجمالي والوحدة. نبدأ نمشي مع بعض في التمرين، أنا صورته عشان نمشي سوا فيه، يعني برضو أنت تصور التمرين عشان تعرف البيانات جاية منين. أول حاجة أنا هحسب إجمالي تكاليف الصناعية للشركة. الخطوة الأولانية أدي المواد المباشرة، كان في أول سطر بيقول المواد المباشرة للوحدة 460 جنيه، وطبعا إحنا عندنا عدد الوحدات اللي هي عدد الطابعات بالنسبة لنا 150 ألف، يبقى المواد المباشرة 69 مليون. الأجور المباشرة كان في البيانات للتمرين قال لك الأجور المباشرة 60 جنيه برضو للوحدة، فلازم نضربها في عدد الطابعات يبقى في 150 ألف فتطلع 9 مليون، يبقى التكلفة الأولية 78 مليون. هنجمع عليها التكاليف الثابته للتجهيزات كانها تكاليف صناعيه غير مباشره، هو مديها لك از جيفن معطى يعني 12 مليون، يبقى تكاليف التصنيع الكليه 90 مليون. نبدا نتعامل بقى مع البيانات الزياده اللي اداها لنا، كل بند منهم يعتبر بالنسبه لنا بيان جديد هندخله بحسب بياناته. يعني مثلا اول واحد قال لك عدد الاوامر الصادره لشراء المكونات المطلوبه 22500 أمر بمعدل 80 جنيه للأمر الواحد. طيب يبقى عشان أجيب تكاليف أوامر الشراء كلها هضرب عدد المكونات اللي موجودة اللي هي 22500 عدد الأوامر، وفي تكلفة الأمر الواحد اللي هي 80، فيبقى عندي 1,800,000. اللي بعدها تكاليف اختبار الجودة، برضو من دين البيان عنها بيقول لك عدد الساعات المستنفذة في اختبار جودة الطبعة، طبعة الواحدة 30 ساعة بمعدل أجر 2 جنيه للساعة. فاذا هو ده كل ده للطبعه الواحده، يبقى هاخد ال 30 اضربها في الاثنين اجر للساعه، بس ده كل ده يبقى حسبه اختبار جوده لطبعه واحده، انا عايزه للطابعات كلها فلازم اضربها في 150,000، يطلع لي تكاليف اختبار الجوده 9 مليون. اللي بعدها بيقول ان في عدد وحدات معيبه معاد تشغيلها من هذه الطابعات خلال السنه بيبلغ 8% من الوحدات المنتجه، وكان في تكلفة إعادة التشغيل 100 جنيه للوحدة، برضو نفس الحكاية، يبقى 8% ديت كان بيقول لك من الوحدات المنتجة، يبقى 150 ألف في 8% وتضربها في التكلفة الخاصة بيها اللي هي 100 جنيه، فيديني التكلفة لإعادة التشغيل الكلية 1,200,000، نجمعهم كلهم فيبقى إجمالي التكاليف الأخرى للتصنيع 12 مليون. طيب هنجمع بقى بالنسبة لنا تكاليف التصنيع الأساسية،
مع التكاليف الأخرى للتصنيع، فهيبقى عندنا إجمالي تكاليف الإنتاج التام 102 مليون. في ملاحظة كده أنا كاتباها لك، التمرين أنا ما حطيتلكش فيه أي عناصر أو أي بيانات عن تكاليف المخزون سواء كان تحت التشغيل أو تام الصنع للتبسيط، فخلينا ممكن نطرح الفكرة وتطبيق الأسلوب التقليدي والمستهدفة بدون الأفكار الخاصة بمعالجة المخزون. المطلوب الثاني كان قائمة الدخل الإجمالية للشركة وحسب الفترة اللي هيدالك في التمرين. أول حاجة هيبقى الإيرادات، فكان عندك بيقول لك إن هو في 150,000 طبعة، وكان مفروض السعر بيع الواحدة 1,000، يبقى إيراد المبيعات عبارة عن 150 مليون ناقص تكاليف الإنتاج اللي أنت وصلت لها من الخطوة اللي فاتت، يبقى يطرح منها إجمالي تكاليف الإنتاج التام 102 مليون، يبقى مجمل الربح 48 مليون. طيب نبدأ نطرح منها بقى تكاليف سلسلة القيمة، وقلنا ان هم موجودين بيبقوا موجودين كلهم مع بعض بشكل واضح، يا اما لو كان على مستوى الوحده فتبقى تضربهم في عدد الوحدات، يا اما جايبهم لك بتكلفه اجماليه فتبقى تحط الارقام كما هي. يبقى تكاليف البحوث والتطوير 5,400,000، تكاليف التسويق 15 مليون، تكاليف تصميم المنتج 6 مليون، تكاليف توزيع المنتجات 6,600,000، ودول نفس الأرقام اللي جت وظهرت عندك في التمرين، يبقى إجمالي تكاليف سلسلة القيمة 33 مليون. يبقى الخطوة الأخيرة مجمل الربح اللي هو 48 مليون ناقص إجمالي تكاليف سلسلة القيمة اللي هو 33 مليون يديني صافي الربح أو ربح التشغيل اللي هو 15 مليون. الخطوة اللي بعدها هنبدأ نحسب التكاليف المستهدفة اعتمادا على رقم ربح التشغيل اللي ظهر في الآخر. الأول نحط سعر المستهدف، فكان بيقول إن هي اتجهت الشركة إلى تخفيض سعر الطبعة بنسبة 20%، يبقى نسبة البيع اللي هيعتمد عليها المتمم اللي هي 80%، يبقى السعر الأصلي اللي هو 1,000 هنضربها في نسبة البيع اللي اتفقنا عليها دلوقتي اللي هي 80%، هيبقى أصبح هنخفض سعر البيع بدل ما يبقى 1,000 يبقى 800، يبقى سعر البيع المستهدف هيبقى 800. الخطوة الثانية نسبة هامش الربح هتساوي الدخل التشغيلي اللي انت وصلت له في الخطوة اللي فاتت اللي هم 15 مليون على المبيعات اللي هو إيراد المبيعات اللي هو 150 مليون في 100 هيساوي 10%. المبيعات المستهدفة هتبقى عبارة عن عدد الوحدات أو عدد الطابعات اللي عندك اللي هو 150,000 طبعة في نسبة زيادة البيع اللي هو كان عندك بيقولك في برضو نمرة 7 في بيانات التمرين إن هي نسبة التخفيض اللي هيعملها هتؤدي إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 33.3 أو 33.33%، يبقى هنبدأ نقول نسبة الزيادة هي 133.33%، وننساش نضربها في السعر المستهدف اللي انت حسبته في أول خطوة اللي هي 800. يبقى إذن المبيعات المستهدفة 159,996,000. الخطوة الرابعة إجمالي الربح المستهدف عبارة عن المبيعات المستهدفة في نسبة الربح المستهدف، كأنك بتضرب الخطوة 2 في الخطوة 3، هيطلع لك 15,999,600. الخطوة الخامسة الربح المستهدف بس على مستوى الوحدة، تاخد نفس الرقم اللي انت وصلت له في الخطوة 4 وتقسمه على عدد الوحدات اللي عندك، يبقى عدد الوحدات اللي عندك المفروض ان هي 199,995، اوعى تقسم على عدد الوحدات القديمة، احنا بنقسم على عدد الوحدات اللي هي بعد ايه تطبيق نسبة التخفيض، يبقى هتطلع ربح المستهدف على مستوى الوحدة 80 جنيه للوحدة. الخطوة اللي بعد كده حساب التكاليف المستهدفة، هيبقى سعر بيع المستهدف اللي في الخطوة الاولى ناقص الربح المستهدف اللي هو اخر خطوة، هيبقى التكاليف المستهدفة للوحدة 720 جنيه للوحدة. عايزين بقى نوصل لفجوة التكاليف، ففجوة التكاليف المفروض بتقول إن التكاليف الحالية ناقص التكاليف المستهدفة. طيب فين التكاليف الحالية؟ فهتبدأ ترجع تاني للقائمة اللي أنت كنت عاملها في المطلوب بتاعك، هيبقى المفروض عبارة عن إيه؟ تكاليف التصنيع كانت 102 مليون زائد تكاليف سلسلة القيمة كانت 33 مليون، هيبقى تكاليف التشغيل الحالية 135 مليون. إذن إجمالي فجوة التكاليف هتبقى 135 مليون اللي هي التكاليف الحالية ناقص التكاليف المستهدفة. هنجيبها منين التكاليف المستهدفة؟ أنا كان عندي في نفس السلايد دي أول سطر التكلفة المستهدفة للوحدة اللي هي 720، بس دي للوحدة فلازم أضربها في عدد الوحدات عشان أجيب إجمالي المستهدف.
هيبقى عندي هضربها في ايه عدد الوحدات، اوعى تضربها في 150,000 عشان ده عدد الوحدات القديم، لكن انا هضربه في عدد الوحدات بعد الاستراتيجيه الجديده اللي هو 199,995. يبقى في النهايه تطلع اجمالي فجوه التكاليف 8,996,400. لو عايز تحسب فجوة التكاليف للوحدة خد الرقم ده واقسمه على عدد الوحدات، فبرضو يطلع لك رقم فجوة التكاليف 44.98 جنيه للوحدة. وكنا قلنا ان خطوات تنفيذ التكاليف المستهدفة بيتم على مرحلتين، المرحلة الاولانية اللي هي حساب وتحديد التكاليف المستهدفة، وده كده احنا حلينا عليه تمرينين، تمرين في اخر محاضرة لينا وتمرين تاني حليناه دلوقتي. اما المرحلة التانية هي كيفية تحقيق رقم التكلفة المستهدفة، او ان انت تحاول انت تتخلص من فجوة التكاليف اللي انت حسبتها، وده لازم بنستعين فيها بادوات مساعدة. الأدوات دي بتكون بتساعد على أن التكاليف المستهدفة يظهر بصورة أقوى عند تنفيذه، يعني منها هندسة القيمة، في ممكن الهندسة العكسية، في أسلوب اسمه أو أداة اسمها جداول التكلفة، في أداة اسمها مقياس الأداء المتوازن وهكذا. احنا اخترنا أسلوب الهندسة القيمة عشان نوضح بيه إزاي هنطبقه وإحنا بنحقق رقم التكلفة المستهدفة، ونحاول ان احنا نقسم التكلفة المستهدفة حسب مكونات المنتج او المناطق الوظيفية للمنتج بحيث نوجد افضل توازن وظيفي بين التكلفة والاداء. وبالنسبة لهندسة القيمة دي يمكن ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية كشركة جنرال إلكتريك هي اللي قامت بيها في امريكا، واعتبرته ان هو اسلوب هندسي منظم بيساعد الشركة على انها تنتج المنتج في ظل وجود مثلا نقص في العناصر الانتاج من المواد الخام، عن طريق بأن أنا بعمل فريق عمل متعدد التخصصات ويبدأ يحدد ويصنف الوظائف اللي بيؤديها ويحدد الوظائف المطلوبة بس بطريقة مختلفة وبتكلفة إجمالية أقل، وفي نفس الوقت يحسن أدائها وشرط أساسي دون المساس بالمتطلبات الأساسية للوظيفة. فجم خبراء الصناعة اليابانية طوروا الفكرة البسيطة دي وحولوها لنظام ديناميكي يخفض، يعني فيها حتة المرونة، يخفض التكلفة وخطط الربحية بإمكانية إنتاج المنتج ده بفعالية أعلى. وده كان عن طريق إيه؟ إن هو يبدأ يستخدم أقصى درجات الكفاءة والفعالية في خفض التكلفة. وفعلا لما جم يطبق ده اللي احنا هنقوله النهارده في التمرين بتاع النهارده، بدا تطبقه نسبه كبيره من الصناعات اللي هي التجميعيه اليابانيه زي نيسان وزي سوني وزي كانون، دي امثله الشركات اللي طبقت الفكره دي. كمان الشكل ده ممكن يكون بيبين لنا ان وظيفه المنتج او اداء اي خدمه لازم تكون بتنبع من ان هي المنتج او الخدمه دول ليهم قيمه في ان هو يؤدي الغرض اللي هو حدد ليه. يعني وظائف زياده، لو انت تزود الوظائف بشكل مبالغ فيه دون حاجه واضحه منها، ده بيبقى بيأثر سلبا على اداء المنتج. ليه؟ لانه بيؤدي الى زياده في التكلفه على حساب انخفاض القيمه، لان المبلغ المدفوع فيها هيكون اقل من المردود منها. فعناصر القيمه لاي منتج او اي خدمه المفروض بتدور فيها على الجوده، على الاداء الوظيفي منها، على تكلفتها. طيب ايه تعريف بقى هندسة القيمة؟ هي اسلوب منهجي لتحسين قيمة السلع والخدمات عن طريق فحص الوظيفة. دي نسبة مهمة دايما بتنسب للتكلفة، وبالتالي يمكن ان تزداد القيمة من خلال تحسين اداء الوظيفة او خفض التكلفة. واهم جملة ان قيمة العنصر بتكمن في ادائه لوظيفته بكفاءة. دلوقتي هنقول دور اسلوب هندسه القيمه، ان هي ايه الفكره الاساسيه اللي بيقوم عليها. فاحنا بنقول ان هو دوره الاساسي في الفصل بين نوعين انشطه، انشطه بتضيف قيمه للمنتج ودي المفروض ان هي هتخلي المنتج يؤدي بشكل اكثر كفاءه، وفي نوع انشطه تاني لا تضيف قيمه للمنتج، وده لازم الشركه تحاول انها تتخلص منه بقدر الامكان لانه بيأثر في الاخر على خفض رقم التكلفه. ويمكن أن يؤدي أسلوب هندسة القيمة إلى تحسينات التالية، يمكن أربع تحسينات ممكن نحن هنقولهم مع بعض عشان تستعين بيهم في حلك للتمارين. البديل الأول أنك بتغير في مواصفات المادة الخام أو السعر اللي أنت بتتفق فيه مع المورد علشان يبقى في الآخر أنت بتعمل تحسن بشكل أفضل في المادة الخام المستخدمة سواء في مكوناتها أو في سعرها.
الحاجه الثانيه تحسينات في تصميم المنتج نفسه، الفكره المبدئيه اللي هو انت ممكن تعمل فيدباك وتغيره في كل مره تشغيل، وعدد المكونات اللي داخله في تصميم هذا المنتج بحيث يبقى اداؤه اكثر كفاءه. الحاجة الثالثة تعديل في طريقة التصنيع للمنتج وزيادة كفاءة العملية التشغيلية، يعني كمان حتى المراحل الانتاجية اللي بيمر عليها المنتج ممكن ان احنا نزيد من كفاءة هذه العمليات او هذه المراحل الانتاجية. نمرة 4 تحسين اداء الالات للتخلص من الاعطال والعيوب اللي هي ممكن يقول لك البوتل نيكس، اللي هي ممكن الاختناقات اللي بتتم اثناء خط الانتاج هو بيشتغل، تحاول تقلل شوية من اللي بيواجهه الانتاج ان يطلع منه انتاج معيب او تالف. كل ده بيساعد في إجراء التحسين والتخفيض المستمر للتكلفة في ظل اكتشاف مواطن تخفيض التكلفة. بعد كده لما بتنتهي من جهود التحسين اللي انت عملتها، نبدأ نقارن بين بنود تكلفة، إما التكلفة المحسنة أو التكلفة المستهدفة. فعندنا 3 احتمالات: التكلفة المحسنة اللي انت رعيت فيها الأربع نقاط اللي فاتوا علشان تغير فيها رقم التكاليف المستهدفة اللي كنت واقف عليه، هيبقى عندك لو كانوا متساويين المحسنة هي بالظبط رقم التكاليف المستهدفة اللي حسبته، هيبقى ساعتها البدء في الانتاج الفعلي وتقديم المنتج للسوق، مش هتعمل اي خطوة تانية. لكن في احتمالية تانية ان التكلفة المحسنة بعد ما عملت انت جهود التحسين دي بقت اكبر قليلا من التكلفة المستهدفة، اكبر قليلا من التكلفة المستهدفة، يبقى القرار هو البدء في الانتاج الفعلي وتقديم المنتج للسوق، لانه يمكن ان تنخفض التكلفة الفعلية بعد كده نتيجة حاجة اسمها الليرنينج كيرف، يعني انت ممكن لما تشتغل يبدأ بعد كده بفعل اثر التعلم التكلفة الفعلية هتنخفض بالفعل. الاحتمال الثالث والاخير ان التكلفة المحسنة اكبر من التكلفة المستهدفة بفرق كبير، يبقى في واحدة تكون اكبر قليلا وفي واحدة اكبر بفرق كبير، ولا توجد فرص اخرى للتحسين. يبقى عندك في الحالة دي هتختار يا إما أن أنت تزود سعر البيع، يا إما أن أنت هتخفض الربح المستهدف، يا إما هتأجل تقديم المنتج أصلا لطرحه في السوق. ليه؟ يمكن هتدور بعد كده على أي تكنولوجي جديد ممكن يخلي إنتاجيته بتكلفة أقل من الحالة اللي هو بينتج بيها دلوقتي. حالة عملية جديدة بيقول فيها فيما يلي بعض البيانات المتعلقة بالشركة المصرية للأجهزة الإلكترونية، وإذا عندك بعض البيانات قدمها قسم بحوث التسويق بالشركة. سعر البيع للمنتج من أجهزة التكييفات 8000 جنيه، بلغ هامش ربح المنتج الواحد عن الفترة الحالية 1600 جنيه. هناك توقع لانخفاض أسعار التكييفات المماثلة بالشركات المنافسة في الفترة المقبلة 10%. ترغب الشركة في الاستمرارية بتحقيق دخل مستهدف 20% على المبيعات كاستراتيجية طويلة الأجل، وتقترح إدارة التسويق تخفيض سعر البيع للفترة المقبلة بنسبة 12% تطبيقا لمنهج التكاليف المستهدفة. المطلوب حساب وتحديد الفجوة التكاليفية. المطلوب الثاني افتراض أن التكلفة المحسنة بلغت 5632 جنيه للوحدة، للوحدة دي قصده طبعا جهاز التكييف الواحد، فما هو قرار الشركة في هذه الحالة؟ طبعا واضح ان دلوقتي الشركة بتواجه منافسة، وان في منافسين هينزلوا اسعارهم بنسبة 10%، فهي اتجهت لتطبيق منهج التكاليف المستهدفة انها تخفض بنسبة اكتر منهم بنسبة 12% بهدف زيادة المبيعات للفترة القادمة. وهنبدأ نستخدم البيانات ديت، بس نصور التمرين عشان اقدر امشي معاكم في الارقام. نحسب الاول فجوة التكاليف، وبعدين نشوف الاحتمال التاني بيقولي لو التكلفة المحسنة بلغت كذا، يعني كأنه بيفترض ان جهود تحسين قامت بها الشركة وكانت التكلفة المحسنة بعد جهود التحسين دي 5632. مطلوب منك هتحسب التكاليف المستهدفة وتعمل مقارنة بين التكاليف المستهدفة اللي انت وصلت لها مع التكاليف المحسنة بعد جهود تحسين قامت بها الشركة، وتشوف الفرق بينهم وفقا للاحتمالات اللي شرحناها دلوقتي، ويبقى قرار الشركة ايه وفقا لهذه الحالة. الأول نحسب سعر البيع المستهدف، هيبقى عبارة عن سعر البيع القديم لجهاز التكييف اللي هو كان 8000، هتضربها في نسبة البيع اللي هي المفروض ان انت هتبقى عبارة عن، كان بيقولك نسبة التخفيض كانت 12%، يبقى المتمم بتاعها 88%، يبقى سعر البيع الجديد او المستهدف 7040. ممكن نحسب نفس الرقم ده بطريقة تانية، ان نقول 8000 ناقص 8000 في 12%، يبقى نتيجة الطرح دوت هيطلع نفس القيمة طبعا 7040. طيب الربح المستهدف هنبدأ ناخد سعر البيع المستهدف ونضربه في، كان مديك نسبة الدخل المستهدف في التمرين اللي هي 20% اديها لنا جاهزة، فهيبقى عندي ربح المستهدف للوحدة 1408. التكاليف المستهدفة هيبقى الخطوتين دول نطرحهم من بعض،
يبقى 7040 ناقص 1408 يبقى 5632. طيب يبقى فجوه، يبقى التكاليف الحاليه الاول قبل ما نجيب الفجوه، يبقى اما نحسب التكاليف الحاليه كان بيقول لك ان هو التكلفه الحاليه للجهاز الواحد 8000، ونطرح منها كان بيقول لك ان في 1600 دوت هامش ربح المنتج الواحد، يبقى الفرق بينهم هو يمثل التكاليف الحاليه. اذا فجوه التكاليف 6400 اللي هي التكاليف الحاليه ناقص 5632 اللي هي التكاليف المستهدفه، فيطلع 768 جنيه لكل واحده. طيب ده كده المطلوب الاول. المطلوب الثاني كان عايز يقارن بين التكلفه المحسنه والتكلفه المستهدفه، فبيقول لك طالما احنا في حاله التساوي بين التكلفه المحسنه والتكلفه المستهدفه، اذا القرار هو البدء في انتاج الفعلي وتقديم المنتج الجديد للسوق. ويبقى دي طريقه الحل لما تيجي تحل النوع التمارين ده، لان طبعا احنا مش هنثقل عليك في الامتحان ونقول لك ازاي نعمل جهود التحسين وفقا للشركه حسب بيانات شركتك الفعليه، لان طبعا المحاضره مش هتبقى كافيه معاك لان مفيش التواصل بتاع استخدام بيانات فعليه من الشركات الخاصه بيكو. فهنكتفي بان احنا بندي مثال من خلال التمرين ان ازاي كان في جهود تحسين افترضنا انها تمت خلال الشركه، ازاي نتعامل مع الرقم التكاليفي بتاعها ونحصل على ان احنا بنعمل تقليص لفجوه التكاليف اللي ايه بتحدث من تطبيق نظام التكاليف المستهدف. حاله عمليه ثانيه، غيرت في بعض في التمرين من التمرينات اللي احنا حليناها بعض الشيء علشان ندور على البدائل اكتر ان احنا نطبق فيها هندسه القيمه. فهنفترض ان شركه بتقوم بانتاج وتوزيع برادات الميه اللي هي الكولرز، وتم تصنيع 60000 براد سعر الواحد 400 جنيه. وتوفرت لديك بعض البيانات، المواد المباشره لوحده المنتج 184 جنيه، الاجور الصناعيه برضه لوحده المنتج 24 جنيه. التكاليف الثابتة للتجهيزات والمعدات الإنتاجية 4,176,000، عدد أوامر الصادرة لشراء المكونات المطلوبة 9,000 أمر بمعدل 32 جنيه للأمر الواحد، عدد الساعات المستنفذة في اختبار جودة تبريد البراد الواحد 12 ساعة بمعدل أجر 8.10 جنيه للساعة، عدد الوحدات المعيبة المعاد تشغيلها من هذه البرادات خلال السنة 8% من الوحدات المنتجة بتكلفة إعادة تشغيل 100 جنيه للوحدة. وقد اتجهت الشركة إلى تخفيض سعر البراد الواحد بنسبة 20%، وده معناها أن بدأت تتجه إلى تطبيق أسلوب التكاليف المستهدفة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات بمقدار 33.33% مواكبة لظروف المنافسة الحادة بالسوق. المطلوب الأولاني حساب فجوة التكاليف على أساس الإجمالي والوحدة، علما بأن إجمالي تكاليف الإنتاج التام 18 مليون، وأن إجمالي تكاليف سلسلة القيمة 4 مليون جنيه. مطلوب الثاني اقتراح البدائل الممكنة أمام الشركة في حالة قيامها بجهود التحسين وفقا لتقنية هندسة القيمة. برضو هنصور التمرين ده عشان نحله سوا. نبدأ في حل التمرين. سعر البيع المستهدف هيساوي سعر البيع في نسبة المبيعات، وأرجو يبقى لما نيجي نحل التمرين لازم يكون القانون المستخدم لازم يتكتب الأول. طيب سعر البيع عندنا كان عبارة عن في التمرين اللي عند حضرتك 400، وكان نسبة البيع اللي عنده ان هو المفروض التخفيض هيبقى 20%، وبالتالي هيبقى نسبة البيع 80% اللي هي النسبة المتممة، هيبقى سعر البيع القديم 400، لكن سعر البيع المستهدف بعد تطبيق نسبة التخفيض هيبقى 320 جنيه للايه للبراد المية الواحد، ده يعتبر وحدة المنتج عندنا. الخطوة الثانية نسبة هامش الربح هيبقى الدخل التشغيلي على المبيعات، وهنا ما كانش طالب عندي في التمرين ان انا احسب قائمة الدخل اللي انا احسب منها المبيعات بكام وصافي الربح او الدخل التشغيلي بكام، وبالتالي ممكن حضرتك تكون عندك صفحة دلوقتي فيها ملاحظات اكتب معايا عشان لو كان في اي ملاحظة مش موجودة مع الحل وانت ما كنتش عارف هي جت منين ممكن نقول جت منين. الدخل التشغيلي هو رقمه مش محسوب احنا لسه هنحسبه، فممكن يا اما تعمل قائمة دخل كاملة في الامتحان بس تبقى حريص على انها ما تاخدش وقت كبير من حلك من الزمن المخصص ليك لانها مش مطلوب، ده مش موجود ضمن المطلوب بتاع التمرين، يا اما تعمل في الدرافت بسرعه اللي احنا هنقوله دلوقتي. نعمل في الدرافت بتاعك قائمه دخل مبسطه، فهتقول فيها ان المبيعات ناقص تكاليف الانتاج التام هتساوي مجمل الربح ناقص تكاليف سلسله القيمه هتساوي صافي الربح، ده شكل الكروكي لقائمه الدخل.
ونحط قدام كل بند منهم الرقم المخصص ليها، يعني المبيعات هتبقى عبارة عن 60,000 براد اللي هو 60,000 وحدة، هنضربها في السعر بتاعها اللي هي 400، يبقى 60,000 في 400 يبقى كأن إيراد المبيعات بتاعك 24 مليون. طيب تكاليف الإنتاج التام هو مديهولك في آخر في المطلوب الأول كمعطى، مديك تكاليف الإنتاج التام 18 مليون، يبقى ده معطى، يبقى 24 مليون اللي هي المبيعات ناقص 18 مليون تكاليف الإنتاج التام هيساوي 6 مليون مجمل الربح ناقص تكاليف سلسلة القيمة، برضو مديهالك في المطلوب الأول معطى إنها ب 4 مليون، يبقى مجمل الربح 6 مليون ناقص تكاليف سلسلة القيمة 4 مليون، إذا صافي الربح 2 مليون. يبقى أنا عندي الدخل التشغيلي 2 مليون، هنقسمه على الرقم الأولاني اللي أنت حسبته اللي هو المبيعات كان 24 مليون، هيبقى الشكل كما يلي. يبقى نسبة هامش الربح هتبقى 2 مليون على 24 مليون، يطلع 8%. المبيعات المستهدفة هتبقى عدد الوحدات في نسبة زيادة البيع في السعر المستهدف، عدد الوحدات اللي هما كانوا 60,000 في نسبة البيع، احنا شرحنا نفس النسبة ديت في التمرين السابق اللي هو 133 و33 من 100% في السعر المستهدف اللي كان في الخطوة الأولى 320، فيبقى المبيعات المستهدفة 25 مليون 599 ألف 360. خطوة الرابعة إجمالي الربح المستهدف اللي هي المبيعات المستهدفة في نسبة الربح المستهدف، هيبقى عندك الخطوة 2 في الخطوة 3 هيطلع 2 مليون 47 ألف 949. خطوة الخامسة الربح المستهدف للوحدة، هتبقى تاخد الرقم اللي هو إجمالي الربح المستهدف تقسمها على عدد الوحدات الجديد، اوعى تقسمها على 60,000، لازم تقسمها على عدد الوحدات بعد زيادة البيع، يبقى 2 مليون 47,949 على 79,998، يبقى الربح المستهدف للوحدة 26 جنيه للوحدة. إذن التكاليف المستهدفة للوحدة هتبقى عبارة عن الخطوة الأولى اللي هي سعر البيع المستهدف اللي هي 320 ناقص الخطوة الخامسة اللي هو الربح المستهدف للوحدة اللي هو 26، يبقى التكاليف المستهدفة للوحدة 294 جنيه للوحدة. طيب عشان أحسب فجوة التكاليف لازم يبقى عبارة عن إيه؟ تكاليف التشغيل الحالية ناقص التكاليف المستهدفة. تكاليف التشغيل الحالية برضو ما كانتش موجودة عندي لأني ما عملتش قائمة دخل كاملة، فحبدأ أدور من بيانات التمرين المتاحة، هتبقى عبارة عن تكاليف الإنتاج التام اللي هي كانت معطى عندك 18 مليون زائد تكاليف سلسلة القيمة اللي هي 4 مليون، فهيبقى تكاليف التشغيل الحالية 22 مليون. يبقى برضو ده رقم ما تنساش وتروح واخد تكاليف الإنتاج التام بس، لا لازم أضيف عليها تكاليف سلسلة القيمة. إذن فجوة التكاليف هي التكاليف الحالية ناقص التكاليف المستهدفة، يبقى ال 22 مليون ناقص هتاخد التكلفة المستهدفة للوحدة وتضربها في عدد الوحدات بعد زيادة البيع، يبقى 294 في 79,998، يبقى فجوة التكاليف 1,519,412. وعايز تحسب فجوة التكاليف للوحدة الواحدة هتاخد الإجمالي وتقسمه على عدد الوحدات بعد زيادة البيع، يبقى يطلع 18.99 من 100 جنيه للوحدة. بعد كده في ملاحظة لحساب مبلغ صافي الربح بالمعادلات، علشان لو كانت ليك انت في اي اختلاف في التمارين، لان مش شرط طبعا التمرين يجي بنفس الصيغة ديت، هيبقى عبارة عن مجمل الربح بيساوي المبيعات ناقص اجمالي تكاليف الانتاج التام زي ما شرحنا. اذا صافي الربح يساوي مجمل الربح ناقص تكاليف سلسلة القيمة، ويبقى دي ال 2 مليون اللي احنا اعتمدنا عليها. اما البدائل الممكنه اللي هي بقى في المطلوب الثاني، كان بيقول لك اقتراح المطلوب اقتراح البدائل الممكنه امام اداره الشركه في حاله قيامها بجهود التحسين وفقا لتقنيه هندسه القيمه. هيبقى عندي مطلوب هنا المره دي ان انا اطرح الثلاث بدائل اللي احنا شرحناهم، هيبقى البدائل الممكنه ثلاثه. الحاله الاولانيه لو كانت، وده كلها افتراضات، قدام بيقول لك اقترح البدائل الممكنه، يبقى التكلفه المحسنه تكون مساويه للتكلفه المستهدفه، ففي الحاله دي هتقول القرار اللي احنا خدناه في الجزء النظري هو البدء في الانتاج الفعلي وتقديم المنتج الى السوق. طيب لو كانت اكبر قليلا من التكلفة المستهدفة هيبقى البدء في الانتاج الفعلي على اعتبار ان هتنخفض التكلفة الفعلية نتيجة لأثر التعلم. اما لو كانت اكبر كثيرا من التكلفة المستهدفة، يعني كان في فارق كبير بين المقارنة بينهم ومفيش فرص اخرى للتحسين، هيبقى هنختار بين البدائل الثلاثة
البحث عن إمكانية زيادة سعر البيع، البحث عن إمكانية تخفيض الربح المستهدف، تأجيل تقديم المنتج إلى السوق أصلاً لحين التوصل لتكنولوجيا جديدة. يعني نفس الثلاث عناصر اللي اتكلمنا عليهم كبدائل ممكنة لتطبيق هندسة القيمة، وده طبعاً للتبسيط عليكم في المنهج علشان ظروف المحاضرات ديت. هنقول اللي هي الجزء النظري بس بهذا السرد، على اعتبار ان احنا بنطرح المقارنة بين التكلفة المحسنة بعد جهود التحسين اللي بتقوم بيها الشركة، وبين التكلفة المستهدفة اللي هي مقابل تطبيق اسلوب جديد اسمه التكاليف المستهدفة. وألف شكر لحسن استماعكم، وبالتوفيق إن شاء الله.